تحتفل البحرين في يومي 16 و17 من ديسمبر بالعيد الوطني البحريني وعيد الجلوس الملكي. هذا العام شهد أيضا احتفالات مبكرة شملت مناسبات وطنية عديدة أبرزها مرور 100 عام على تأسيس شرطة البحرين. عوض الفياض من المنامة والمزيد. يوم مجيد في تاريخ البحرين، تحتفل لؤلؤات الخليج بيومها الوطني ومسيرتها التنموية وأعيادها الوطنية، حيث تلبس المنامة منذ مطلع شهر ديسمبر ثوبها الأحمر مع باقي مدن المملكة. نالت البحرين استقلالها في 15 من أغسطس من عام 71، لكنها تحتفل في 16 من ديسمبر من كل عام بالعيد الوطني. اليوم تحل الذكرى 48 للعيد الوطني والذكرى 20 لعيد الجلوس. شاعر والله طيبة ومستانسين، احنا والاطفال والعائلات الكريمة يعني كلها طلعنا بالسيارات واستانسنا وايد. في الخارج كل شيء ينبض بالبهجة والفخر. أنا سعيدة وفخورة بحضوري اليوم الوطني البحريني. الجول الأسواق مجمعات ونبارك على جلالة الملك وعلى شعب البحرين، الله يعودنا علينا وعليهم إن شاء الله. وتعيش البحرين هذا العام فرحة العيد الوطني مبكرا باحتفال البلاد بمرور 100 عام على تأسيس شرطة البحرين. عوض فياض MBC من المنامة.